لمزيد من التفاصيل عن هذه التطورات على الأرض ينضم إلينا من كييف موفدنا عبد الرحيم الفارسي. عبد الرحيم، ماذا عن القصف في محيط كييف وعن هذه الأنباء البريطانية عن العمليات المضادة في خرسون؟ نعم يوسف، يبدو أن الروس الآن مصممون العزم على أن يضربوا على أكثر من جبهة، بعدما كانت هدأت جبهة الشمال والشمال الشرقي التي تنتمي إليها العاصمة كييف منذ عدة أشهر. الآن يبدو أن الروس قد استأنفوا عملياتهم، ففي الصباح نسمع دوي انفجارات قوية خارج العاصمة. المسؤولون هنا أكدوا أنهم أصابوا هذا الهجوم أصاب بنى تحتية، وأن القوات الدفاع المدني قد وصلت إلى عين المكان وأطفأت النيران التي تلت هذا الهجوم. لا نعرف الهدف المستهدف، ولكن صوته وصل إلى أرجاء المدينة، مدينة كييف في تشيرنهيف التي تبعد ببضعة كيلومترات فقط عن الحدود البيلاروسية، وأيضا لا تبعد سوى بضع عشرات من الكيلومترات إلى الشمال من هنا. حصل هجوم آخر بأكثر من قذيفة هز بعض القرى القريبة من تشيرنهيف، وبعدما كانت تلك الجبهات هادئة منذ أواخر مارس الماضي. إذن نعلم أن الجبهة الشمالية قد تشتعل مرة أخرى بعدما كثفت القوات الروسية عملياتها الاستطلاعية وضرباتها، ولكن الضرب الأكبر كما ذكرت هو في مدينة خرسون التي باتت معزولة، ويبدو أنها ستكون الهدف المقبل للسيطرة التامة عليها وربما تأمين منطقة دونيتسك القريبة منها، وجعل الأوكرانيين بمنأى عن تلك المدينة، تلك المنطقة التي تسعى روسيا إلى انتزاعها بالكامل من الأوكران وربما إعطائها حق الاستقلال أو الانفصال عن أوكرانيا. شكرا جزيلا لموفدنا إلى كييف عبد الرحيم الفارسي.